إثيوبيا مركي دعويسو إثيوبيا هل قرآن كأي صادق تماما تحدث ترى هذا قرآن كقول صادق تو وترانو ماذا حبرانة الصومالية ما هي سؤال لأن قول بكسي قاس أنت لا دعوي وحبينا نحكي الله بس سؤال لا الصومالية سيستا من ثلاثنا قول جدد كيس أنت وشر عجوسي حسن شيخ محمود وقرانا يا ورقة عصي سيسي وما قاعد صومالي سي أمه معمول وحن إلى هاي ما حد وهي مانتا ووقت كنت ماضي إن يونس من البحرين تصور كيس صومالي دم يسترمين إلا خلاف كسمالا دماغه سمالا ماشي لقب دي إني أوجين نقدر تقوى يونسوم حفيز كحلقة في دي وين ريبوت كبحية يا سمالا لقيل عليه قل عليه الغرور حاج جبوس لا تصور كده أسكري تبدا معانا يا يونسوم لك كابح سمالا مرك هدو الدولة دي وساعتها وعرف ما هي خلافات وجود حد لو ده بارلا بارس سمالا في دي قرار كسو صارين يا سود وين قرار كايس ليك كجهر تقدر تمر سمالا حقه جادان إنه قرار كده فصحين سمالا ما تروح الصومال لقيا اللي سا، إثيوبيا شيء سك بحدي بلاد. أرين ترى تمشى تعال الله سكوما هيستو بضد إثيوبيا بحنسا إثيوبيا الله صينية يا موضوع على سكوما هيستو. شرعيين شيء سي عالمي كشود تسترك الصومال لا تبرس الصومال لا باوقل ما عندك كن دولة تعال. سوح الله سكوما هيستا يا بحين كرا. إذا بحين كرتا أي الصومال يروح ربو قو أبو رسا. وحصل وين يا شرعي كسر بحيل لبادي بشي لبادي بشي كوات لبكون يافر لبعضن برلاك الصومالية لبض برلاك الصومالي وفني قرال كسر صارين يسود وين قرال كايس ليك جهر تقد تمر السمالا حقه جادان إنه قرال خلف صحيح السمالا صدق يلي حنا صنو كبعدي قان ومدر هير السمالا نضنا أي كسر بحيل برلاك الصومالية محوية تذكر دواز فني أورت أنت بدن نيك كشيء جنايا isaga oo isla hebel dil ayuu xabadda isku dilay gacanta ku sita waa kan wuxuu sheegaya waxaan ilaalinayna madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya wiligeen Soomaaliland kama imin noqon madax banaanida Soomaaliya kuma haysano madax banaanida Soomaaliya waxayna ku cadahay qoraalkii madax banaanida ku qaateen oo kan ah isaga qoraalkiisa dhameystirana waxaad ka arki doontaa shaashada qofka soo baxdana wax qirsan doola مدحبان هذا الولادة الصومالية سومالا كما تشيرتو كما نحا يسنو قيم لك منهين مدحبان هذا الولادة الصومالية وحيكو عدد كوذيو تشولاي 1960 وانو قرآن كيكو قاتير او كانع ايه فساحة ايه ولي قد نمي صوبة كامين نغول خاسو قضب قضب لبادة باشو كوتشيرا سومالا مدحبان نقارة يسو صاري مكا ورقات دامي كاتا ورقات دامي يسو صاري iyo wakiilki ka masuulka ah Soomaaliya oo Talyaaniga war meeso saare wuxuu soo baxay 3 June 1960 oo markii madaxbanaanida qaateen maalid saacad oo macal sikinka madaxbanaanida qaadeen ku cad dhulka oo lama madaxbanaanayn ay ku cadahay oo xulbi ku cad magac wax loo jeego Soomaaliland Transition Bureau oo ka masuul maamulka Talyaaniga loo jeero maadaama hadda ka bacdi magacii Soomaaliland Transition ee maamulka Talyaaniga hadda ka bacdi markuu waxa qaatay waxa loogu yeerdo Soomaaliya buri taas waa qodob sharaxaad baan in yar tusay dadka Soomaali waxa madax dhulka Soomaali oo madax banaay horta asal ahaan dhulka Soomaali oo madax banaay madax banaay qaatay 6 June ka Soomaali madax banaay madax banaay wuxuu qaatay 2 July labadoodu waxay heshiis af ah wada galeen inteena madax banaay qaad bishii 4 bishii 5 wada galeen caalamkeen oo dareen ku xidhan labadeen marka madax banaay qaadano waxaan wada sameysan doonaa hal dawlad oo magaceedu la Soomaali Republic هذا الصومالي ما مركا لبادي دال اما ذا حبانانا هل كان سمسلان لبادي دولدود اي واحد سمسل هل دولد وما قعد على الصومالي الربابلك دالا هان صومالي وما ذا حبانانتي دالا هان صومالي وما ذا حبانانتي لبادي دولد مركي مركي دولد دي كده حيسي لبادي دال اما ذا حبانان مركي دنتي ماشي واحد صوغل قرالا يونس صومبا صوغش وحوغا هان نان وكوهي نمر دبا صوبر ديك دونسيال بركدن بيو كاين ولي وقتها ودوم مستيوري dalkii adduunka yunus oo ay gudoon baahro yunus oo balla soo saar waqtiga yunus oo halka la keenay yunus oo ka masuula dawladda ingiriiska wakiilka qaabil sare bariga afrika warqad uu qoray 29kii ba jirtu leeyahay dalka dawladda dunta waxa ka dhaxaysa laba doono madax banaan hadaa dawladdu ay u dhiseyso waa inaad u dhistaa dawladda raaliku yihiin hadii ka soo dhista laba dawladood halka ay xal ku taagan yahay yunus oo qolada yunus oo leedahay سمالا ماشي لقب دي اني اوغين دغرتو كو يونسوم حفيزك حل قوله فديه وين قوله حفيزك حل فديه
dhibaatada sodonka Soomaal 20 sano Soomaal ku haysiga ku haya su'aal aan ma fahansana waxa laga ilaaliya report ka baxaya ee Soomaal laga ilaaliya qoraalada lagu qoro imka jawaab waxa uu yiraahdaa shabaab iyo qolo noocaas oo qoray media dhex wareejinayo islaam shacab loo soo wareysanay ayaa darkiiseen shabaabna lacag baa loo diray oo shabaab wax leeyahay soo hadla report baa la qoraya yunus soo baray diray marka xuduud Soomaal u dirtay ribootka la qoray rabtay inay raaciso oo tilaahdo dalka anaga ka mas'uula hadaba ninka mas'uuliyadda sheeganaya ee xeerarka imi ku sameeyay xeer hore looma hayn leeyahay ee xeer imi ku sameysanayo ogow waxaad ka hadashay hal madax banaani oo tii Soomaaliya ah laba madax banaani lagama hadli karo madax banaanida Soomaaliland Soomaaliland baa dowladdu haysta mandate-keedu haysta taas waa qodob qodob kale meesha ku jira oo niyo dadka Soomaaliland aan mar walba faasareen dowladda Soomaaliya kama mas'uuliyad dowladdii Soomaaliyeed ma ah dowladda Soomaaliland dowladda Soomaaliyeed ma ah magaca dowladda Soomaaliyeed ma sheegi karto 2003 shir baa ka dhacay Addis Ababa shirka wuxuu hoggaaminayay Minisanaawi iyo Cabdiqaasan Xasan Cabdiqaasan Xasan waxa la hor dhigay qoraal uu saaxay siyaad bari oo ku bixinayo Soomaali Galbeed Cabdiqaasan Xasan saaxay isoo bartan ku haya oo ku saxayay oo report-ka dhamaystirka ka hadlay oo ku saxayay oo uu leeyahay Soomaali Galbeed shaqo kuma leh kow waxaan la ku tusay hoosta ka tusay qoraal baa ku soo tiray kaas waa qodob qodob loo adeeyay meesha ku jira oo aan ku dhex qoran soo marka uu fasaxay Soomaali Galbeed wuxuu leeyahay siyaad bari oo bixiyay uu leeyahay waxa lagu jiritaanka dowladda Soomaaliya shaqo kuma leh haaburi hadaba heshiis hoose oo qoraa ku dhacad ayaa waxay dhex mareen Itoobiya iyo Soomaaliya oo ay leeyihiin Soomaaliland baan dhacayo ka Soomaaliland Soomaaliland baan dhacayay haygu iman Itoobiya haanay adaa xal loo fashilin karaye haygu iman maanta waxay Soomaaliland la qeyleysa Itoobiya heshiis ka baxday meelada mid kale kugu daraya oo yadnaadu muhiim waxaad ogaataa isqabsiga dhex maray dhuleed ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu dhacay 1956 iyo 1957 waa loo garnaqay maxkamad United Nations la galeen go'aan baa ka soo baxay go'aankii bartaan ku hayna wuxuu sheegayaa Itoobiya tii waa dhulka madaxbannaanida qaadanaya Soomaaliya oo ku wakiilkii Talyaanigu dhulkiisa hal cadiido marka dhul xuduud isku haysteen waa la cadiido dhulka Soomaaliya tuu yahay dalka madaxbannaanida qaadanaya goor liixdanka goortu yahay inta cabir uu ku qaadanayo waxba waan hayna hadaba meesha aan ku sheegay waxa weeyaan Soomaaliland wax waajib ku ah Itoobiya hadhex maraysa imika biin wal soo dacweyn doonaa marka la soo dacweeyo Soomaaliya dacwada kuma guuleysanayso 100% wax ku kalsoonahay maanta Soomaaliland la dacweeyo magaca Soomaaliya lagu dacweeyo go'aanka ka soo baxana yar Soomaaliya saameyn ku yeelan laakiin Soomaaliland madaxdeeda meel kasta kala joogto kuliba qolada gacanta ku haysa maamulka waxaan u soo jeedinayaa madax baxnaanida Soomaaliya ma galaan dhinacna kama galaan sida ay madaxa Soomaaliland maanta u shaqeyso unbi guushan u weyn garan karta haddiise laakiin wuxuu qorqoraa ay qorqori jira Soomaaliya ka gucaynaayo xaalad haddii qorqoraana waa laga guuleysanayaa arrinta inta taa libra waantaas Soomaaliya damacabay ku wada Soomaaliland inay qaatis ku dayisa arrintaasina waxa fashiliyay arrinkii Itoobiya midna aan kugu daro kaliya ugu gabagabeynaya Xasan Sheekh Maxamuud goliisa baarlamaanka goliisa wasiirada ilaa ashraaftiisa wax uga shaqeysiyay iminka hal arrin baa taala halka arrin waxa weeyaan Soomaaliya waxa xamar ka baxaysa xafiiskii Unison baa baxay 2014 ayaa loo qabtay 2014 sanadka buu ku eegay imka bilaabay bilis ugu dambeeyay macallaas calood waxa ka dhacay xasan wuxuu islaa ka qari qoraalada uu yeeyay uu dirayo sawirku madaxweyne Muuse kula galay wuxuu iibinayay oo islaa saxay in Muusead ka rabtay sawirka ku iibi xafiiska Unison fadhiya ee xamar fadhiya 10kii sanad tiraasi shib ku jiray xasan Sheekh Maxamuud maanta maadaama tiraasi shib ku jiro wuxuu iska dhigay meesha aanad dawladdu ku ah xafiiska Unison baa baxay contract dhamaanaya waxaan ilaahay mahad u hayaa maanta oo waqtigan timaaday inaan Unisonna baxayn dastuurkii Soomaaliya dhameystirmayn ilaa khilaafka Soomaaliland dhamaado xaal jabuu islaa dastuurkii taas ka dhigtay mid dhamaanaya Unisonna ka baxdo Soomaaliland markaa dhaw dawladeey oo socotaa waa arrimahaaga khilaafaadka gudaha dhe anaa ku dawladeynaya taasina maanta waxaa fashilisay heshiiska Itoobiya baroortii orgiga ka weyn baa la yidhiyey waxaa lala qeylqeylay muxuu yahay wardada waxaad ogaataan xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la qeylqeylinaya iyo dawladey Unison baa baxaysa maadaama Unison baxayo xasan waa laga sarreeyaa dawlad ma aha
حفني قرار حلا فردي لك سرسة ما ده قرار عسك سرسة وإسلام سرسة ده وكيل بات وكيل جار مغشة وكيل كجار كيو أنت فردي صباح مغشة وكيل كجار كي وحو جار ويه إن دور بسه إلا ودور نما دمي وتصور كده ما يصير ما بحيو الحينها صباح يا مركو يمي إن دين تلقى عفيو إن عيد ميلاد لورد سو إن هجسيدا وقول أيو وحصل الله وكسر لابسة مالورن كرا سومالا انتي يدو سكو مشكو سنيد قديه ده سكو مشكو سنيد ايو اتشاندي كلو مي ايو دانو قولها سومالا ايناي قاد ورسانيو مالورن كرا ايو سومالا وحلوغو ترقل مركي لافعانو دحنا قبعي عاي ميتنا بدانو كاقيم قللي وحانو بغول چير سو چيدين چيرني نيو يالي نهر مشغولين وحالا سعلان كسر او ارهمو قديه سوماليا وحادي دورشان تو ارهمو قديه وحانو دل كسر ارهمو قديه دكتيرا يلا نقول ده وخير إنك بده حبلان إذا يلا مرن حوامين ولا يؤمن بكل إد كل دعوة كسب حبلان محرج مشرتو الصومالي وحي أمرن حبابين يسي أك لبكون يتوانكي لبكون يتو لبكون يأفر يتوانكي لبكون يلو يتوانك مركي تصور كان يروك ميل جاد قريب تي فلين تعلم ده حبني وأنا عم دولا ضغو شاوك ميل جاد ما ذيك بحري مرك هدي بالله فريستة مدة توان سنة وحلا جل تلاسيش شب لبعض أي مدة تمام صنع الله قبته علىوك يا فراتك والقول ما يصير الشروع دي دلك وكوكي تصور كدلك تصور كي واقف جد وصار يا إني ما قعاس السمال لا السمال اللي دحكي اليوم وتبرمك وسكو حيستين اللي هبوت لما كعروطيها تصور كان وكل ما يستير مي الشيء السمال لا السمال ولا قران وإلهي مهدية ما تين الله وكن يا أفر الوقت كسب حطرك يا السمال لا السمال هاي الشيء حاجة بنوع لها أنا جاي الشيء لأنه الشيء سوران قال ليه مدة كقدر يلقى أرين ويبي كتير تلقى واحد نقشيت هو شو واحد عايز نور شير بعد عو تبود كيد وجود بي مركز سوحلون شير أرين تان ما ده حب لقى هلا يو كارتكا دي بحلو دكوا ديت كأي دي ليه واحد أوجاين طبعا كسرني أوجاين طبعا كسر نمر كود عيون وصل مسك بحدي سنة هايين وكيف كارك سكت تو يدين كود دولة ذي لكن يونس ما أنت بحمايسه سيد عيسو تصور لنا معنا يو سبالة كل بس أشر قيسو أم بو أم بي الغر جوش اللي جو هلا يا ما أنت واحد صوما عليك صباح النهار يا الله أنصار دوين يا قطب كي أسكنين أو إلى هذين وحن إلى علينا هنا شريتانك يا مدح بنان إذا صوما عليا شريتانك وكا وحنا شريتانك يا مدح بنان إذا صوما عليا إلى علينا تنيو شريتانك مدح بنان إذا صوما عليا ورقد يا مدح بنان إذا كو قاتين باك هلا ورقد ده وحول عسكر ده مركب بحبان السيني وانا اول فور بو عسكر نتي في سن هالشيء سوق قال لي ما قلت بحبان السيني هالشيء سوق سوق تقرا عيا وقت جيت نسيت شيء كل جيت قال لي دولة دوسولس وقت قال لي دولس واقن توكي والله يتوين كدي سمر 1950 حد بي سمالة ولا جا سمالة شقوق ما يلهين نقول كلور تراسي شيء كل جلي اللي هو يوري سولس دولة كن توكي ترى اللور دي بي سمالة حد بولا ليه كاس وحز مرة 1959 لبيت شنتي بشي لبيت مرات 1959 وين عدو فورباره هشيس كذا نو حميون تمر لوا يون كتري كودا شلة بده حبران سي وقدي لوسيين وقح وعطينا يا نقول كذا دوا عطينا هشيس كسي ما كان دولت سمال لو حن مر والبكوا العليا يونس صام حاسش بعمل أوجي أنت هشيس كبحيو لكن ما أنت خلاف كذا دب وقصي قرحي ما بحيس تصور لنا ما مايو حلو لكن كل بسوا لا صور شقيس يتوبي ما أنت ده مره يتوبي مركي دعويسه يتوبي هل قرالك هاي صادق تمام تحدث ترى هذا قرالك قلنا صادق تو ويتانو ما ذهب لاند الصومالي ما هاي استو حدث ترى هذا بقول كيف بقول تبي كل سنة ستعودي أصلا سؤال لأن قول بكسي قاس أنت لا دعوي وحبينا نحكي كل الله بس سؤال لا الصومالي سيستا تذكر اسمها سيستا اللي بدو رضبة سيستا ما بحين كرتو يوان بحين كرا آه أنا أكون متلا متلا دنا نقول جدد كيس أنت وشر جوسي حسن شيخ محمود وقرانا يوم قطع سياسي وما قاعد الصومالي يسيوم معمول دورة إيه كلام معمول ماي ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوقوا لنا ايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121